والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك، لأن الصوت وعاء الكلام، وخفضه هو همسه، هو الهمس به وترك رفعه. فمن الأدب إذا تكلم الإنسان أن يخفض صوته هامسا به، فإن هذا من توقير العبد نفسه وتوقيره غيره. ورفع الصوت بلا حاجة من دلائل سوء الأدب. وكان المأمون يقول ليست الحجة والسلطنة برفع الصوت، ليست الحجة والسلطنة برفع الصوت. فطيب الرجل لا يكون برفع صوته، وإنما يحمد رفع الصوت فيما يكون محلا له كالحرب ونحوها. وأما ما لم يكن محلا له فإن كمال الخلق ألا يرفع صوته، وتلك كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وأعظمهم مقاما.